الحصول على كيس طحين كان غايتهم، وبطونهم الجائعة حركتهم. انتظروا لساعات قدوم شاحنات المساعدات، ومع قدومها ذهبت أرواح أبرياء، جل ما كانوا يتمنونه الحصول على قدر يسير من الطعام. هجمنا على المساعدات ناخد اللي هو طبعا ينطخ الجنود والدبابات، ناس قدامي ما قد تتصاب، وناس ورايا ما قد تنطخ، ناس ببوسة وناس بديها وناس برجليها، سيبنا الكراتين، سيبنا الأكل، سيبنا المساعدات. أكثر من 100 شخص قتلوا في لحظات عند دوار النابلسي في غزة، وأصيب نحو 800 شخص آخرين. الناجون من المجزرة في الشمال المنكوب تحدثوا عن أحوالهم وكيف يقتاتون وأبناؤهم على أوراق الشجر وأعلاف الحيوانات، وأن لقمة العيش باتت مغمسة بالدماء. أولادنا ماتوا من الجوع، أكلوا أكل الحيوانات، راح يجيبون لنا طحين يرموها البحر، يموتونا. المجزرة أدنتها دول عربية ودولية وسط مطالبات بوقف عاجل للحرب وفتح تحقيق لكشف حقيقة الروايات المتضاربة. فالجيش الإسرائيلي حاول التنصل من المسؤولية وقال إن المدنيين قتلوا جراء التدافع ودهس الشاحنات لهم، وإن بعض الحشود اقتربت من الجنود الإسرائيليين فردوا بإطلاق النار.